غالباً ما ينتابنا شعور بالحيرة حول انتقاء ملاذ نصب فيه إلى الراحة النفسية والجسدية والفكرية والصحية. ملاذ يريحنا من ضجيج العمل وغرف المكاتب وقاعات المحاضرات والوجبات السريعة. ونسأل أنفسنا، أي الأماكن تجتمع فيه كل هذه العناصر في وقت واحد؟ نبحث في الأماكن التي نقصدها عن طبيعة خلابة خضراء تطل فيها الأزهار خجولة حيناً ومرموقة أحياناً أخرى، وتتطاير بين فيافيها رائحة التربة التي ينعشها ندى الصبح مشلوحاً على أوراق أشجارها ونباتاتها. نبحث عن مساحات شاسعة تكحل ناظريها بألوان زاهية، ويخلق صداها صمت ينبض طاقة وحيوية في أجسادنا. وفي الوقت ذاته نبحث عن مائدة غنية بالأطعمة المتنوعة والصحية تكملها خدمة سريعة ولبقة وأسعار مميزة. أي الأماكن نختار؟ خياراتكم جد ضئيلة، أو بالأحرى خياركم واحد، وهو مطعم الشمس في عنجر، حيث تجتمع فيه لمسة إلهية ولمسة بشرية. سلسلة الجبال الشرقية التي تطل عليه بثوب أبيض في فصل الشتاء لا يلبث أن يتبدل إلى أخضر مع بدايات الربيع. وقلعة عنجر ذات الصخور الصامدة منذ أكثر من مئات السنين. للوهلة الأولى يلفتك موقعه الجغرافي على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية ومساحته الشاسعة، ويلهمك بناؤه حيث تمتع ناظريك من على شرفة تراسه الصيفي بلوحات طبيعية على رائحة النرجيلة مع أطيب لقمة هنية. أما بالنسبة للخدمة المميزة تلاحظها فور وصولك من خلال تأمين موقف السيارة والترحيب عند المدخل والمساعدة في انتقاء الطاولة وعرض لوائح الطعام بلمسة فنية بفضل الموظفين الذين يعملون لراحتك، ليقدموا خدمة فريدة لما يقارب 2100 زائر. مطعم الشمس هو ثمرة إنجازات عائلة زيتاليان وحصاد سنواتهم، وها نحن نروي لكم القصة من البداية. بين عامي 1925 و 1931 عمل السيد أوهانس زيتاليان الذي أطلق عليه فيما بعد لقب أوكازيون في حي خضربيك في بلدته عنجر، عمل لفترة وجيزة في مطبخ المدرسة الكاثوليكية الفرنسية في بيروت، وانتقل بعدها إلى مدينة طرابلس ليعمل بمنصب شيف في مطبخ القوات البحرية الفرنسية. وبعد عدة شهور انتقل إلى جبل لبنان وعمل بمنصب شيف جنرال في فندق وكازينو صوفر. في العام 1931 تم اختيار السيد أوهانس للعمل كشيف أساسي لطاقم شركة أوروبية تعمل في مجال الهندسة النفطية، كانت قد جاءت إلى لبنان في العام نفسه
لتقوم بمشاريع خاصة. ضم الطاقم أفراد فرنسيين وبريطانيين وألمان، وكان من مهام أوهانس أيضاً الإشراف على آلة لتفقيس بيض الدجاج مع زميله البريطاني، وتجدر الإشارة إلى أنه جلب آلة تفقيس البيض إلى قريته فيما بعد. أما بالنسبة للسيد بوغوس زيتاليان فتلك قصة أخرى. بدأ مشروعه المهني في ريع شبابه في العام 1950، حيث بدأ بيع الفوشار في بحمدون على عربة، ما لبثت أن أصبحت سر نجاحه في العمل في مجال المطاعم صيفاً. أما في الشتاء حرص على أن يتابع دراسته ويجتهد. في العام 1955 لاح في الأفق نجاح موعود لبوغوس، عندما جلب ولأول مرة جهاز التلفاز إلى قريته، فاستثمره في إدخال التسلية والفرحة إلى قلوب أبنائها. 1960 سنة شهدت وليد جهود عائلة زيتاليان في خطوة أولى لنجاحاتهم، بحيث أنهم قاموا بإنشاء مشروع عائلي اقتصادي صغير، وهو عبارة عن افتتاح سوبر ماركت وفرن في آن واحد. بعد مرور 10 سنوات ضمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع العائلة تحت جناحيها، وبقي السيد بوغوس في لبنان ليتابع مسيره نحو تحقيق حلمه، فجلب لوازم مطبخية وأوان معدودة، وافتتح كافيتيريا حيث عملت فيها زوجته فارتوغ وحماته بيتسار. أما العام 1980 فحمل في طياته حصاد جهود بوغوس وبداية تاريخ عريق لمطعم لمع اسمه في جميع أنحاء العالم، مطعم الشمس في عنجر. لم يتوقف الحلم هنا، لا بل كبر بمجهود العائلة، ففي العام 1995 اشتروا الأراضي التي تحيط بالمطعم وزادوا من مساحته ليتسع لزبائنه الذين أتوا من كل نحو وصوب، من عوائل وأفراد من جميع البلدان عامة ومختلف المناطق اللبنانية خاصة. ولاد بعد ما كبروا قلت ليش بدي ينطروا الموت يا دول لا ياخذوا المطعم، نعطيهم المطعم خليه يشتغلوا من كل قلبهم. قلنا هاي مفتاح المطعم، انا عبيت البنك مصاري بيكفيني، هاي مفتاح المطعم دبروا حالكم انتوا. قلت كل شيء لنا بابا، قلت كل شيء لكم. يوم من ايام بيجي معلم بوغوس بيي بزت المفاتيح بيقول لي انت وخيك دبروا حالكم، انا ما بدي ارباح، انتم مسؤولين المطعم. اكيد اول مرحله تفاجئنا، كان صعب كثير، مسؤوليات العمال ما كنا عارفين الزبائن كلهم، هيدا كله اخذ سنين وقت لفتنا بالجو. اكيد انا مش ندمان انه بي عمل هيك، انه بي ساعدنا اعطانا قوينا شخصية تبعنا وعرفنا المصلحة ابكر بعمر ابكر. وقاموا في العام 2008 ببناء صالات مجهزة بأحدث الآلات التقنية لتلبي حاجات الزبائن ورغباتهم وتتسع لأحبائهم، ليشهد مطعم الشمس على جلسات الأنس والأفراح فيه، وهكذا اتسعت مساحته ليستقبل 2100 شخص في صالاته في آن واحد. الصالة الأولى وهي صالة الورود تتسع ل900 شخص وما فوق. أما الثانية صالة الأفراح فتتسع لأكثر من 600 شخص.
مطعم شمس انت مبلش باعداد قليله جدا من العمال من الموظفين. هلا حاليا مطعم الشمس يعمل لديه تقريبا 150 عامل، اكيد في منهم فندقيين محترفين ناشطين. انه بمطعم الشمس العامل الضعيف ما بيقدر يشتغل، انه عندنا حركه قويه شغل، بده يكون مرن مضبوط، اكيد نحن بنمرن كمان، وبده يكون مثل ما بيقولوا على قد الحمل، يعني بده يكون قبضاي، اذا مش قبضاي ما بيقدر يشتغل مطعم الشمس. وسر نجاحنا العطاء، سر نجاحنا عطاء، كرم كرم، سر نجاحنا شيء ما بناكل وما بنبيعه. انا بيعرف انه قناعه كنز من الذهب، ما بدي اكثر من قناعتي. ليش؟ لو عندي 100 ليره او 1000 ليره نفس الصحن بدي اكله، مش لاقي غير الصحن، مش لاقي اكل صحنين يعني، بدي اكل صحن واحد. هكذا تحقق حلم بوغوز ايطاليان ابن العشر سنوات الذي كبر وكبرت أحلامه معه، من بائع فوشار في بحمدون إلى صاحب كافيتيريا إلى مؤسس مطعم الشمس في وسط قلب عنجر النابض بالحياة، والحلم لم ينتهي.